بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستأنف مع جريدة لو بوان، والموضوع الذي كنا قد رأينا فيما سبق والمتعلق بطبيعة الحال بالتصريحات التي ذكرها أميريكان والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفرنسية. منها كنا قد ذكرنا ميكيل كريم، ولكن أي جريمة نالفو با كوماتر، غير مقدم عليه كما نقول، ولكن أي جريمة أنت لن ترتكبها. سي أون توكا، سي أون توكا سو كو فو غيتوركي بروبابلومون أميريكان. عندنا لو فيرب غيتوركي، غيتوركي المقصود به أجابة. إذن إنه في كل حالات ما يجيبك، المقصود ما يجيبك عنه بروبابلومون بشكل محتمل أميريكان، إنه ما سيجيبك عنه بشكل محتمل أميريكان. فيربو ميليتون دو لا كوز أنيمال. إذا نتكلم عن مناضل متحمس للقضية الحيوانية. دون زين فيديو، إذا في فيديو بوستي سور ساويب تالي، نشره سور ساويب تالي الذي نشره على موقعه كومودو المسمى بهذا الاسم لونسيا كرونيكور. إذن كرونيكور المقصود به مسير برنامج. قبل الحال نتكلم عن برنامج يبت بانتظام، ويناقش موضوعا بشكل منتظم. إذن هذا الشخص المسير هذا البرنامج بهذا الشكل إذن يسمى كرونيكور. إذن لونسيا كرونيكور، إذن كما لو نتكلم عن شخصين بهذه المهمة قديما، لانسيان يعني قديم. إذن على هذا الموقع كان يسير برنامجا اسمه أوني با كوشي. أوني با كوشي يعني أننا لسنا نائمون. أوني با كوشي يعني أننا لسنا نائمون. إذن هذا البرنامج كان عنوانه هكذا لانسيان كرونيكور دوني با كوشي. إذن نتكلم عن مسير برنامج الشكل الذي ذكرناه بأنه منتظم، حلقته منتظمة، يناقش موضوعات منتظمة، والذي كان اسمه أوني با كوشي. إذن نتكلم عن لانسيا كرونيكو دوني با كوشي، إذن نتكلم عن مسير برنامج قديما اللي لسنا نائمون. ريبوندي يعني أنه أجاب. طبعا حال عندنا الفيرب ريبوندر، أجاب سات سومان في هذا الأسبوع، يعني أنه أجاب هذا الأسبوع. a répondu cette semaine à une question qui fait trembler les antispécistes. إذن هو أجاب عن سؤال كي في trembler الذي زعزع كما نقول، الذي زلزل les antispécistes يعني زلزل حتى رفقائه. إذن نتكلم عن les antispécistes يعني الأشخاص الذين هم ضد فكرة أن الإنسان أحسن من الحيوان. إذن هو زلزل هذه الأشخاص. a répondu cette semaine يعني أنه أجاب هذا الأسبوع à une question يعني أنه أجاب عن سؤال كيف fait trembler. أحيانا نتكلم مثلا عن le tremblement de terre، نتكلم عن الزلزال، يسمى بالفرنسية le tremblement de terre. le tremblement de terre المقصود به ارتجاج الأرض. إذن نحن في اللغة العربية نقول زلزال يعني كلمة واحدة، ولكن في اللغة الفرنسية هاد الزلزال تقريبا مكون من ثلاث كلمات كما نرى لو ترومبلومون دو تيغ. إذن هو مكون من ثلاث كلمات. إذن نتكلم عن رجة الأرض، إذن يسمى هكذا. إذن عندنا هنا ترومبلي، ترومبلي يعني أنه رجة يعني أنه زلزال. كيف في ترومبلي les antispécistes. إذن فوتيل، السؤال المطروح هو فوتيل أو نو، هل يجب أم لا. عندنا لغة فالوار كما نرى أنه يصرف في الغالب مع إيل. فوتيل هل يجب أو نو أم لا. تيي قتل، إذن قبل قليل رأينا تيور سانغينير كما نقول قاتل دموي، هنا عندنا لغة تيي. إذن
faut-il ou non, هل يجب أم لا, tuer ces moustiques? هل يجب أم لا قتل هذه البعوضات qui nous veulent du mal, التي تريد لنا السوء, qui nous veulent, التي تريد لنا, qui veulent, التي تريد, qui nous veulent, التي تريد لنا, عندنا لغة vouloir, يعني أرادة, du mal, التي تريد لنا السوء, dans un propos liminaire, إذن في حديث تمهيدي, dans un propos liminaire, كما نقول في كلام تمهيدي أو في حديث تمهيدي, أميريكان ريبون, إذن هنا أميريكان يجيب, عندنا الverb répondre, ماذا سيجيب؟ ريبون كاموستيك, أميريكان يجيب بأن بعوضة, أميريكان ريبون كاموستيك, أنه يجيب بأن بعوضة على من دروا, لها نفس الحقوق, دو فيفر, بأن تعيش كناتر إيمان, كما هو الكائن البشري. طبعا حتى تتكلموا على لو فيرب إتر, كما قلنا فيما سبق, المقصود به كان, تقريبا كان. هنا بطبعا الحال نتكلم عن إتر ولكن كإسم, هنا نتكلم عن إتر ولكن كإسم, المقصود به هنا كائن. إذن أن ناتر إيمان يعني كائن بشري. إذن أميريكا ريبون كاموستيك على من دروا دو فيفر كناتر إيمان, إذن أميريكا يجيب أن بعوضة على من دروا عندها نفس الحقوق, دو فيفر بأن تعيش كناتر إيمان كالكائن البشري. ثم يضيف لا فميل, لا فميل يعني الأنثى, أنثى البعوض, لا فميل بيك يعني أن الأنثى, طبعا الحال بيك هي وخازة أو لساعة, إذن عندنا لغة بيكي, بيكي يعني لساعة أو وخازة, يعني أنك تدق بالبرا مثلا, أو نتكلم عن فعل لساعة, مثلا النحلة تلسع, إذن كأنها توخيزك بالإبرة التي في رأسها. إذن لا فميل بيك, إذن الأنثى هنا تلسع, مي il faut bien comprendre, ولكن يجب أن نفهم جيدا, que c'est une mère, بأنها أم, qui remplit, التي تملأ, son rôle, التي تملأ دورها, المقصود بأنها تقوم بمسؤوليتها كما نقول. إذن عندنا الverb remplir, عندنا فعل ملأ, ممكن نتكلم عن ملء كأس أو ملء برميل بنفس المعنى, هنا بطبيعة الحال المعنى مجازي. إذن il faut bien comprendre, يجب الفهم جيدا, طبعا الحال il faut bien comprendre, bien comprendre, الفهم الجيد, que c'est une mère, بأنها أم, qui remplit son rôle, التي تملأ دورها, c'est une dame, إنها امرأة, qui risque sa vie, التي تخاطر بحياتها, pour ses enfants en devenir, من أجل أطفالها, devenir هي صار أو أصبح, devenir هي أصبح أو صار, مثلا نقول il est devenu le directeur de l'entreprise, il est devenu يعني هو أصبح, le directeur أصبح المدير, de l'entreprise إذن أصبح مدير الشركة, إذن هو أصبح مدير الشركة. إذن عندنا هنا en devenir, كأننا استنبطنا من هذا الفعل اسما, وهذا يقع كثيرا في اللغة الفرنسية. إذن en devenir, إذن كما نقول في الطريق, إذن نتكلم عن ses enfants يعني أطفالها, en devenir يعني في الطريق, كما نقول بأنهم سيصيرون وسيصبحون, en devenir هذا فعل أصبح, إذن هم في هذا الطريق بأنهم سيصبحون بعوضا. إذن c'est une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir, إذن هي امرأة تخاطر بحياتها من أجل أطفالها, en devenir يعني في الطريق, continue ensuite l'essayiste يعني أنه استأنف, يعني أنه استأنف بهذا القول الذي ذكرنا, ensuite فيما بعد,
لسيس يعني هاد كاتب المقالات. ثم تضيف الجريدة هنا سي مو كي فون سوغيغ اي كي اون تيتي فيفمون موكي سور لا توال نو سون سوبوندون با اكزونت دو فوندمون سيانتيفيك. سي مو كي فون سوغيغ هذه الكلمات التي تجعل سوغيغ ابتسم او ابتسامة. المقصود هنا بأن هذه الكلمات التي تبعث على الضحك سيمو كيفون سوغير. إذن طبعا الحق أننا نقول هنا هذه الكلمات التي تجعل ابتسمة أو ابتسامة كيون تطي فيفمو موكي سور لطوال والتي كانت بشكل شديد موكي يعني أنا مستهزأ بها سور لطوال على الشبكة المقصود على شبكة الانترنت. إذن هذه الكلمات التي بعثت على الضحك ثم بعثت على الاستهزاء بشكل كبير على الشبكة نصن سبوندون يعني أنها ليست مع ذلك نصن سبوندون با اكزونت يعني أنها مع ذلك غير معفية دو فوندمون سيانتيفيك يعني من أسس علمية. ما معنى هذا؟ معناها بأن فيها أسس علمية هذا هو المقصود بأنها غير معفية اكزونت دو تاكس يعني انك تعفي من الضريبه. هنا اكزونت دو فوندمون سيانتيفيك يعني انها لابد وان فيها اسس علميه. يعني هذا الكلام الذي بعث على الضحك والاستهزاء هو في الحقيقه رغم انه كذلك فهو فيه اسس علميه. طبعا ستعرض الجريده بعض ما يدل على ان هذا الامر صحيح. اذا ماذا ستقول؟ لا فمال لفمال الإنات ان افكتيفمون بزواد الصون يعني هم حقيقة يحتاجون للدم اكسبليك فريديريك سيمار اكسبليك فريديريك سيمار. طبعا الجريدة هنا ستذكر ما سيعرضه فريديريك سيمار من أن إنات البعوض يحتاجن فعلا للدم من أجل إنضاج بيوضها وبالتالي خروج هذا البعوض إلى الحياة. ثم يقول بأن تجد في الدم ديزاسيد أميني إذا تجد أحماض أمينية والتي ستساعد كما قلنا في خروج هاد البعوض إلى الوجود. ثم يضيف الشخص لا في ديموستيك دو تاتر ريسبكتي يعني أن حياة البعوض دو تاتر يجب أن تكون. عندنا لو فيرب دو فوار ثم عندنا لو فيرب اتر ثم عندنا بعدها لو فيرب ريسبكتي يعني احترامه يعني يجب أن تكون يجب تكون محترمة كما نقول المقصود يجب أن تكون محترمة. ثم فيما بعد إذن يقول أميريكان بتاتر يعني ربما دون سيرتان كا بعض الحالات بوغيونو دون زان جيست فيف يمكننا في حركة خفيفة ماتر أن تيرم ماتر أن تيرم يعني وضع حدين أليكزيستونس دو سيدي بتاتر وضع حدين لوجود هذه ثنائية الجناح ثنائية الجناح تسمى ديبتير. إذن ديبتير تطلق على كل الحشرات والحيوانات التي لها جناحان إذن تسمى ديبتير كما نقول مزدوجة الجناح. إذن أميريكان يقول بأنه بتاتر ربما دون سيغتان كا في بعض الحالات بوغيونو يمكننا دون زان جيست فيف يعني في حركة بسيطة في حركة خفيفة ماتر ان تيرم يعني وضع حدين اليكزيستونس دو سي ديبتير يعني بعد حركة بسيطة يمكننا وضع حدين لحياة مزدوجة الجناح. طبعا هل يقصد بالخصوص الحشرات الدقيقة؟ وي لاشكارو. ثم يقول نعم لكن هنا عندنا لفيرب لاشي لاشي يعني أرخى يعني بحال تترخي شي حاجة كتشادة وتترخيها. إذن علاش إذن لماذا أرخى كارو هنا؟ أرخى لأن السؤال موجه له هل سبق لك أنت أن قتلت بعوضا؟ إذن طبعا الحال هنا سيعترف ويقول وي لاش كارو قال نعم ثم أنه أرخى كلامه كما نقول بأنه لم يبقى بتلك الشدة كي دايور كونفيي الذي دايور من جهة أخرى confier يعني أنه أباح سلافر confier سلافر confier هذا فعل أباح
الذي من جهة أخرى أباح سو جو دي ماتا سو بي اف ام تي في، إذن أباح هذا الخميس صباحا على إذاعة بي اف ام كي لوي أغيبي بأنه حصل له. طبعا الحال عندنا لا فيرب أغيبي هي وصل، ولكن في معاني أخرى بحال هذه اللي عندنا أنه تعني حصل. كي لوي أغيبي بأنه حصل له، ألوي أسي له هو أيضا دو تيي بأن قتل، عندنا الفيرب تيي يعني قتل، كالكوموستيك كالكوموستيك بضع بعوضات مي، ولكن il n'en est pas fier، هو ليس فخورا بهذا القتل، ما il n'en est pas fier، ولكن هو ليس فخورا بها. المقصود بأنه حصل لو أن قتل بعض البعوض ماشي بزاف، مي il n'en est pas fier، ولكن هو غير فخور بهذا الأمر. طبعا الحال يقول هذا الكلام وكأن الناس الذين يقتلون البعوض يفتخرون بهذا الأمر هذا، وكأن الناس يفتخرون بقتل البعوض وكأنها هواية. الناس طبعاً الحال يقتلون البعوض لأنهم يخشون لسعة، والناس طبعاً الحال كما نعرف يتمنون لو لم يروا هذا البعوض، فكيف سيفتخرون بهذا القتل؟ على كل حال pour se justifier، من أجل أن يبرئ نفسه، pour se justifier، من أجل أن يبرئ نفسه كما نقول d'une telle hérésie، من كذا بدعة. إذن هو يريد أن يبرئ نفسه من هذه البدعة. طبعا الكلمة أغيزي في الديانة الكاثوليكية تعني بدعة، إذن هنا لكي يبرئ نفسه من هذا العمل الذي يعتبره بدعة، لو ميليتان نيزيت با أسو جستيفيه، إذن هذا المناضل كما يدعي نيزيت با أسو جستيفيه، يعني أنه لا يتردد. لو فيرب ايزيتي يتردد، تبقى تقول ندير هذه لا ما نديرهاش، اعمل هذا او لا اعمله، اذا هناك تردد. هنا هو لا يتردد نيزيت با اسو جيستيفي، يعني انه لا يتردد في الدفاع عن نفسه ثم تبرئة نفسه. اذا ماذا يقول؟ توي ان موستيك، يعني قتل بعوضات كي بوغي اتر porteur des palus، qui pourrait être porteur du palus، التي يمكن أن تكون حاملة. عندنا le verbe porter يعني حاملة، هنا عندنا porteur، عندنا هنا porteur يعني حاملة أو حامل، يعني أن تحمل شيئا. إذن porteur المقصود بها حاملة لشيء معين أو حامل لشيء معين. إذن حاملة لأي شيء، du palus en Afrique، يعني أن تكون حاملة لما يسمى بالي اون افريك، يعني في افريقيا. ابدح البورتور دي بالي المقصود بها بورتور دي باليديزم، باليديزم المقصود بها مالاريا ابلي ايغالمون، يعني ان تسمى ايضا فيفر دي ماري، تسمى ايضا حمى المستنقعات، حمى المستنقعات. اذا لو باليديزم او لا مالاريا ابلي ايغالمون فيفر دي ماري، إذن تسمى أيضا حمى المستنقعات. اختصارا نقول لو بالي. إذن أميريكارون يقول توي أن موستيك، يعني قتل بعوضات كي بوغي إتر، التي يمكن أن تكون بورتور دي بالي، التي تكون حاملة للملاريا أون أفريك في أفريقيا. داكور متفق، يعني قتلها ليس فيه مشكل. إذن قتل هذه البعوضة التي تحمل الملاريا في إفريقيا داكور، يعني أنه متفق مع قتلها. أو غوفونش، ولكن بالمقابل لاسون ترانكيل سي بوفر بيت أون فرانس، لاسون ترانكيل سي بوفر بيت أون فرانس، ولكن بالمقابل اتركوا هذه الحيوانات الفقيرة أو المسكينة أون فرانس، يعني في فرنسا. اتونتون بليتو دو لي زيلواني، اتونتون بليطو، عندنا الفيرب تونتي، اتونتون بليطو دو لي زيلواني، ولنحاول بالاحرى ابعادها. اذا المقصود هنا عندما تسمع صوت البعوضه عليك ان تقوم وتخرجها بلطف دون قتلها.
إذن هذا ما يدعو إليه أي ميريكاو. طبعا الحال في إحدى التعليقات مثلا كما نرى لو بير ني با كيليا ديزي لوميني. لو بير يعني الأسوأ ني با ليس كيليا ديزي لوميني ليس هناك داو رؤية. إذن نقول عن شخصين إلوميني يعني أنه ذو رؤية كم أي ميريكاو. إذن الأسوأ ليس بأنه ليس هناك داو رؤية كما هو أي ميريكاو. إليونا توجور إي يعني أنهم كانوا دائما في القديم. إليونا توجور وبأنهم سيكونون دائما. ساني با أن بروبليم هذا ليس مشكلا أون سوا في حد ذاته. ساني با أن بروبليم أون سوا هذا ليس مشكلا في حد ذاته أن يكون هناك أشخاص داووا رؤية مثل أميريكاو. باغ كونتر ولكن بالمقابل باغ كونتر كو لوغ ميساج أبسورد ولكن بالمقابل رسالتهم العبثية اللا معقولة اللا منطقية سوا كونسيديري أن تكون معتبرة كون بروغريسيست يعني كتقدمية. تنتكلم على بروغريسيون يعني تقدم. بروغريسيست يعني أنها تقدمية. اي غولاي وأنها تبت افيك بيانفيونس يعني كما نقول بحرص بارتون دو ميديا بعدد من وسائل الإعلام من كذا وسائل الإعلام كما نقول. إذن ليست كما يقول هذا الشخص ليست المشكلة في أن ليس لدينا أشخاص ذو رؤية مثل هذا الشخص يعني مثله كانوا دائما وسيبقون. المشكلة في الإعلام الذي يبث رسالتهم العبثية. المقصود بأنهم ليسوا ذو رؤية هذا هو المقصود هنا. يتكلم هنا عن الإعلام الذي يبث رسائلهم العبثية وبحرص وبتناوب يعني في بثها. إذن هذا هو المشكل. إذن هو يلوم هنا وسائل إعلام التي تنشر مثل هاد التفاهات. شخص آخر يقول له فوزافي ديبو أنت عندك قمل فوتر تيت فو ديمونج يعني أن رأسك يبعث على الحك. فوتر تيت فو ديمونج رأسك يبعث على الحك اي فو فولي لتويي وتريد قتلها. إذن فوزافي ديبو أنت عندك قمل فوتر تيت فو ديمونج. إذن مدام عندك قمل إذن فرأسك كما نقول يضطرك للحك. اي فو فولي لتويي وتريد قتلها وتريد قتل هذا القمل الموجود برأسك. نوبلي با لا تنسى كو سيتون فامي بأن عائلة افيك ان بار ان مير بأب يعني فيها أب وأم كي إسي دو سيرفيفر الذين يحاولون العيش سور فوتر كوير شيفلي سور فوتر كوير شيفلي إذن على فروة رأسك. طبعا الحال شيفلي المقصود به كثير الشعر ولكن هنا عندنا كوير شيفلي إذن نتكلم عن فروة الرأس. إذن يقول له هذا القمل مجرد عائلة تريد العيش على فروة رأسك فإياك أن تقتلها. طبعا الحال أميركاو من جهتي يتهم هؤلاء الأشخاص الذين يستهزئون بكلامه فيقول إذن كما نرى عندنا هنا il a reproché يعني أنه اتهم ce qui le critique أنه اتهم الذين ينتقدونه d'avoir tronqué بأنهم قصوا son message بأنهم قصوا رسالته يعني المقصود بأنهم حذفوا جزءا من رسالته. إذا المقصود بأنهم قصوا من كلامه وأبقوا على الكلام الذي يتهمه. إذن il a reproché يعني هو اتهم ce كيلو كريتيك الذين ينتقدونه دافوار ترونكي بأنهم قصوا بأنهم باتروا سو ميساج بأنهم باتروا رسالته. إذن كما يقول أميركاو بأن بعوض إفريقيا لا بأس بقتله مدى أنه يحمل الملاريا
السؤال المطروح هنا عن الإنسان الذي يقتل شرقا وغربا، هل هذا الإنسان أيضا يحمل الملاريا؟ إنسان طبعاً الحال يعاني ويقتل ولا يجد من يهتم به، هنا المشكلة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.